من هو الساحر؟ جي مشاوي نيناني الساحر ليس بمسلم مشوي سي مسلم الساحر عبد عند الشيطان متشاوي ني وشيطان كافر كفر اكبر أما كفر كفر كبوة ولو صلى ولو صام ولو قرأ القرآن حتى كما أمي صالي أمي صوم قرآن. لأن الساحر يعبد الشيطان وسبب مشوي أنا أعبد الشيطان فلا يمكن أن يأتي إنسان ويقول الساحر مسلم. كيف أمتو سيوساو كساما متشاوي نمويسلامو. الساحر يريد أن يعبد الناس عند الشيطان حتى يرتفع منزله عند الشيطان. متشاوي أنا تكواتو واب شيطان حتى إلى شيء شيطان فلا يمكن أن يقال أن الساحر مسلم. كيف سيوساوا ولا هيكوسكما تشاوي نيموسلام لا نرضى بالسحر هترذيه وتشاوي ولا نقر على السحر ولاها تقبالي وتشاوي ولا نفعل السحر ولا هاتوفاني وتشاوي ولا يفعل لنا السحر إذا مرأة مثلا قالت لأخرى أحيانا المرأة تشتكي من زوجها فتأتيها مرأة وتقول أنا أصنع لك السحر أعد من فضلك يعني مرأة وأنا عندما تتكلم مع مرأة أخرى نعم. في الغالب بعض النساء تشتكي تقول زوجي يصنع ويصنع بي مم. فهذه الثانية تقول لي هذه أنا أساعدك أصنع لزوجك السحر إيه وقت مونجين ونامك أنا إذا كوا أنا إذا كسم ما كوام مفنيه وشاي أنا 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 هو كو وشاي هي أنت لا تصنع شيء أنا تقول <applause> لها أنا أصنع كل شيء